السلام عليكم. تفقد والي ولاية قسنطينة في بحر الأسبوع الماضي مشروع محول سيار شمال شرق مدينة قسنطينة، يربط طريق الوطني رقم 3 بطريق سيار شرق غرب على مستوى بلدية زيغوت يوسف، ثم كذلك يربط بلدية زيغوت يوسف وبلدية ديدوش مراد بطريق السيار، يعني فيه إنشاء منفذ لهذا بزوج بلديات باتجاه طريق السيار الشرق غرب. وهذا المحول أو يعني السيار الدائري شرق شمال شرق قسنطينة هو من نوع طريق سيار من نوع ثاني، أي بزوج أروقة وشريط التوقف الاضطراري زائد لجليسير دي سيكوريتي. إذن المشروع هذا راه في نسبة تقدم إشغال حوالي 50% أو 60%، ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.